احنا بنتكلم عن تاريخ الكنيسة القبطية، يبقى احنا بنتكلم عن تاريخ مصر، بنتكلم عن المصريين اللي مرت في هذا التاريخ من احداث اثرت في تكوين الشخصية المصرية. الناس بتعتبر التاريخ قصص وحكايات للتسلية او المعرفة، لكن انا بعتبره ده أساس الصورة اللي بيوصل ليها المجتمع بتاعنا النهاردة. في محاضرات تاريخ هنتكلم فيها عن حكايات زي ما الناس بتقول، هنفهم معنى الحكاية دي ايه، مغزاها ايه، ودورها في تكوين ورسم صورة الحاضر اللي احنا بنعيشه. ابن خلدون بيقول عن التاريخ ان التاريخ فن من الفنون التي تداولها الامم والاجيال وتشد اليها الركائب والرحال، اذ هو في ظاهره لا يزيد عن اخبار الايام والدول والسوابق من القرون الاولى، تنمو فيها الاقوال وتضرب فيها الامثال، وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في حكمة عريق. في واحد فيلسوف ألماني اسمه هيجل بيتكلم عن فلسفة التاريخ، بيقول إن التاريخ عملية عقلية منظمة وخلاقة لظهور قيم جديدة، لكن التاريخ ليس الماضي والحاضر فقط، بل هو المستقبل أيضا، مستقبل الإنسانية الحرة. وطبعا هيجل ده بيقول ان التاريخ بيمشي وفقا لخطة بلان، ومهمة الفيلسوف او الباحث هي معرفة هذه الخطة. اولا تاني، التاريخ بيسير وفقا لخطة بلان، مهمة الباحث او الفيلسوف هي معرفة هذه الخطة. عشان كده بقول ان اللي بيدرس التاريخ ويفهمه هيفهم الماضي والحاضر، وهيعرف المستقبل ويتوقعه ازاي نعيشه. واذكر في لقاء مهم جدا للبابا شنودة مع الرئيس السادات، قال: من وعى التاريخ في صدره اضاف اعمارا الى عمره. خبرات الانسان في حياته بيكتسبها من المواقف اللي مرت بيه او مرت بالناس اللي حواليه، بيتعلم منها. هنتعلم من المواقف والخبرات اللي مرت بالاشخاص والمجتمعات، سواء هذه اللقاءات كانت سلبية او ايجابية. الانسان الذكي والواعي هو اللي هيقدر وهيفهم وهيحلل التاريخ صح. لما يحلل التاريخ صح هيقدر يتلافى حدوث اخطاء الماضي، وهيمشي دايما في اتجاهات نحو النجاح. فالتاريخ هيعلم الانسان دروس يجعله اكثر وعي واقدر على اتخاذ الخطوات المناسبة. طبعا ممكن يكون فيكم ناس درسة تاريخ او درستها في الطبيعة ادبية ففاهمين هذا الكلام، ممكن يكون فيكم ناس علوم او رياضة، لكن عايز اقول لكم جملة مهمة جدا بتقول: أمة لا تعرف تاريخها لا تحسن صياغة مستقبلها. مشكلة عندنا ان الانسان لا يستفيد من التاريخ. وانا بقول لكم في جملة بتقال، بيقولوا ان التاريخ بيكرر نفسه، وفي جملة تانية بتقول التاريخ لا يعيد نفسه كما يشاع، لكن المشترك ان الانسان يكرر اخطائه. الانسان بيكرر ايه؟ اخطائه. وده اللي يخلي ناس كتير قالت اهم درس يمكن ان نستفيده من التاريخ هو ان البشر لا يستفيدون كثيرا من دروس التاريخ. عشان كده هنتعلم من التاريخ وهنفهم ايه اللي بيحصل في التاريخ. وانا عايز اقول لكم ان التاريخ ده مش علم مستقل بذاته، هو مرتبط بعلوم تانية، منها علوم الاثار يفسر
ويوضح ايه اللي بيجرى من احداث التاريخ. احيانا بنفهم حاجات من الاثار، نفهم الدوافع من الاكتشافات، نبص على حاجات في المخطوطات، معالم اثرية وغيرها. اللي بيدرس التاريخ بيحتاج يبحث وينقب في عديد من مصادر متنوعة ومختلفة عشان توصل لأقرب نقطة لفهم الواقع. يعني ما تاخدش فكر كاتب واحد بس وتتأثر بيه، ان كل واحد هو بيكتب متأثرا بوجهة نظره، اعتقاده الديني او رؤيته او تفسيره للامور. لكن لو حطيت الكلام ده جنب بعضه مهما كان ضئيل، هتستطيع ان تفسر الغاز احتار في تفسيرها كثير من المؤرخين، وتبتعد او تقترب من الحقيقة. لكن دايما هتكون هي دراسة التاريخ دي طريقتنا في الدراسة، وهناخد كل ده من خلال صورة الاحداث اللي بتجرى حوالينا كلنا.